نتقدم بالشكر أيضا لمصفف الشعر المصري العالمي محمد الصغير، اللي هو وفريقه قاموا بتصميم كل التسريحات وعمل المكياج، لأن كلنا كنا جايين من بيت على المحارة، فيعني الحمد لله ربنا ستر وعمل لنا مكياج جوه. يا فندم شرف لي أني أقف النهاردة قدام سيادتك، شرف لي أن أبقى في وسط هذا الجمع المميز والمتميز جدا من الحضور. يا أستاذ رجاء فنم. أنا بشكرك جدا جدا جدا، وربنا يديك الصحة ويكرمك، وهتفضلي طول عمرك شيك جدا. مش مش بس اوعي تفتكر ان انا بقول لحضرتك شيك على اللبس بس، لا والله شيك في كل حاجة. ربنا يديك الصحة. تشكر تشكر. أنا خدت أعلى وسام النهاردة، شكرا جدا فندم.